الأزمة هذا الانعتاق، وقبل ذلك يكشف فمر عن أصل الإيمان بالقيمة التحريرية والتكوينية للمعارف. الأستاذ عبد القادر الرايد، أستاذ علم النفس وعلوم التربية بالمدرسة العليا للأساتذة، مدير مختبر العلوم الإنسانية التطبيقية. نحضر هذا اليوم للمساهمة في افتتاح اشغال هذا النادي، نادي الفلسفة والتربية والإبداع، هذا المولود الجديد الذي انبثق من مسلك الفلسفة في المدرسة العليا للأساتذة. طبعا هناك برنامج غني ستطلعون عليه وفق هذا، وهي هو خصنا لهذا اليوم يوما دراسيا كاملا في الصباح كما في المساء، واستدعينا عددا من الأساتذة من مختلف المشاريع لتنشيط أشغال هذه الندوة. أتمنى لهذا النادي أن يستمر وأن يكون بناء في أعماله، وأتمنى لكل المشرفين عليه انطلاقا من رئيس النادي السي الأستاذ عبد القادر زريق ومجموعة الأساتذة الآخرين الذين يساهمون في هذا الفعل، أتمنى أن نقوم بعمل تربوي موازي للاشتغال الأكاديمي لمسلك الفلسفة. معكم الأستاذ شريف مزور، مؤطر تربوي وأستاذ معاون متعاون بمدرسة العليا للأساتذة مسلك تدريس مادة الفلسفة. اليوم نحضر للانطلاقة الفعلية والرسمية لأنشطة نادي الفلسفة والإبداع التربوي الذي تحتضن فعاليته المدرسة العليا للأساتذة بفاس. يوم دراسي كانت فيه مداخلات السادة الأساتذة من تخصصات مختلفة، الفلسفة، السوسيولوجيا، اللغة الفرنسية، ومداخلات أيضا الطلبة من تخصص أيضا مختلفة بالفلسفة من تخصصات أخرى. دونك هذا يوم جميل، نتمنى أن يستمر هذا التقليد فيه يتعلم الطلبة، فيه يتكون الطلبة على هامش تكوين الأساس الذي يكون في الفصول. هذا تكوين يعلم فيه، يتعلم فيه الطلبة المهارات، الكفايات إلى غير ذلك. دونك نحن مسرورون جدا مع طلبتنا، كان هناك احتفاء بأساتذة قدامى، ترحيب بأساتذة جدد. دعوتنا للنادي التربوي بالاستمرار في هذه الأنشطة التي هي في حقيقة ورش على التربية، ورش على الإبداع، ورش على الابتكار. ومرحبا بكم حتى انتما من أجل تغطية مثل هذه الأنشطة التي هي أنشطة للطلبة بشكل حصري. رضا البيض، رئيس نادي الفلسفة والتربية والإبداع، يتنج الجميع هنا اليوم لمناقشة مواضيع تربوية وذات صلة بالمجال الفلسفي من خلال مداخلات العديد من السادة الأساتذة الكرام والعديد من الطلبة. إذن نظرا لوعينا بأهمية وعي الطالب الأستاذ بجانب التربوي والأنشطة خارج القسم، حيث يجب على طالب الأستاذ أن ينفتح على أنشطة خارج القسم، وهذه هي مناسبة لمناقشة مجموعة من القضايا قد لا تتاح لنا فرصة مناقشتها، وأيضا لكي ينفتح كل طالب على تخصص أو شعبة أخرى. فنحن نعلم أن معظم الطلبة يقتصرون على مادة تخصصهم، وبالتالي لا ينفتحون على تخصصات أو شعب أخرى أو معارف خارج تخصصهم. لذلك هذا النشاط هو بمثابة خلق نوع من التجاسر أو جسور بين التخصصات المختلفة والمساهمة في تكوين طلبة الأساتذة من خلال مناقشة مواضيع تربوية، لأن تخصصنا بدرجة أولى هو تخصص تربوي، الإجازة في التربية، لذلك اجتمعنا في هذا اليوم. شكرا. السلام عليكم، أستاذ التعليم العالي بالمدرسة العليا للأساتذة تخصص فلسفة وعلوم التربية، وبالتالي هذا النشاط يأتي في سياق تأسيس نادي تربوي فلسفي له أبعاد تربوية وله أبعاد علمية عميقة جدا، وهذا النشاط بمثابة افتتاح ليوم دراسي يستقطب تلة من الأكاديميين والباحثين من العيار الثقيل. نشكر الإدارة التي وفرت لنا الفضاء، نشكر الباحثين والأكاديميين على نجاح هذه الدورة الأولى لتأسيس وافتتاح النادي، ثم أيضا نشكر الطلبة والباحثين على حضورهم وعلى مشاركتهم الفعالة، وشكرا جزيلا.
ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وتضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.